إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر وسل كل شيء لعظمته وخلقه.
Thank you.
الشباب عرف مواطن القوة، عرف أن هذا الشباب لو تركوكم وعقولهم والله لسادوا الدنيا كما سادوها من قبل أيها الأحباب. يوم أن كانت العقول بسيطة سادوا الدنيا أيها الأحباب. يوم أن سمعنا أحبابي عن أصغر طابق عسكري يشمل ويقول جيش النبي محمد وهو في مقتبل العمر قيل عنه 14 16 17 سنة هو الذي قاد جيش النبي محمد في العام ال11 الذي مات فيه المصطفى ألا وهو أسامة بن زيد أيها الأحباب. ففهم العدو وعرف العدو أن هذه الأمة مبنية على شبابها، فإذا أسقطوا الشباب اللهم محفوظة والحافظ لها هو الله رب العالمين. ولكن متى يوم أن نستيقظ، يوم أن نعود جماعات وأفراد إلى ديننا الحنيف ونطبق أيها الأحباب ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك أراد أن أدمر بكل هؤلاء الشباب. قلت أيها الأحباب أسامة يتولى القيادة وهو دون 20 جنود ويكون تحت إمرته وتحت أيها الأحباب وعثمان وعلي. هذا هو الشيء الذي أراده النبي وهذه هؤلاء الشباب. اسمعوا أيها الأحباب إلى الدنيا عن بكرة أبيها، من الذي فتح الصين؟ الشاب. من الذي فتح الهند؟ الشاب. من الذي فتح بلاد الشام وما حولها؟ الشاب. لأجل ذلك فهموا القضية، فهموها أيها الأحباب فروجوا لنا من تلك الأمور. اللهم عليك بكل من أدخلها وروجها اللهم شدد شملهم، اللهم فرد شمعهم، اللهم فرد شمعهم، اللهم اخضعهم على نية من دمروا شباب الأمة بهذه المخدرات يا رب العالمين. نعم رب الكعبة أيها الأحباب، تعال نعيش أيها الأحباب مع هذه الطائفة من الشباب الذين قد دمروا. ولكن انظر إلى القرآن وهو يتكلم عن أم المخدرات وعن أم الخبائث وعن أقبح ما وجد. الزمان والمكان فجاء التحريم على
وما حذره انما تكلمه، والصحابه اصحاب العقول، ففهموا ان هذا الامر سوف ياتي الامر بعده، ثم جاء الامر الذي بعده في سوره البقره، ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، اي منافع البيع والشراء ومنافع بعض البيوت التي أيها الأحباب
وهو قبل الإسلام ما شهدها، وطبعا بعد الإسلام. يقول أبو بكر عن العلة الأولى: مررت يوما يوما من الأيام على رجل شرب الخمر فتمايل ثم جلس في مكانه فقضى حاجته أكرمكم الله وعافاكم، أي تبرز، ثم قام من بعد برازه أو من بعد حجته، ثم يعود إلى البراز فيمسكه بيده ثم يرفعه إلى أنفه ليشمه ثم يضعه ثم يرفعه ثم يضعه. فقلت: سبحان الله سبحان الله، والله لو كانت من أخلاق الرجال لكفانا أن ننتهي عنها. قالوا: العلة الثانية يا أبا بكر، اسمع للعلة الثانية وهي المبصر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوت المسلمين يا رب العالمين. يا أبا بكر، لماذا لم تشرب الخمر؟ قال: لماذا؟ قال: لأصون كربي. اللهم احفظ أعراض المسلمين يا رب. ايه دخل الخمر في العلم؟ لا تسمع ذلك. لأصون كربي وأحفظ مروءتي. لأصون الكرب وأحفظ مروءتي بين الناس، أحفظ هيئتي، أحفظ شكلي ولوني وقوتي ومكانتي بين الناس. والله لما أخبر النبي بقولة أبي بكر: أحفظ أصول عرضي وأحفظ مروءتي، أتدرون ماذا قال البشير؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق أبا بكر، صدق أبا بكر، صدق أبا بكر، صدق الله، صدق رسوله. أحفظ عرضي كم من الأعراض ضاعت بسبب الهموم، بسبب المخاطرات. أي والله العظيم، كم يا أحبابي إخواني من أعراضي، من أعراض المسلمين قد انتهكت، انتهكت بسببها. نعم، إن مدمن الخمر مضيع لعرضه. أي والله، والله ما أنسى أبدا أيها الأحباب هذه المرأة. يا شيخ، زوجي يأتي بمجموعة من أصدقائي ليتناولون المخدرات. يا رجل، أنت مجنون؟ طب إذا فقدت عقلك وزوجتك في بيتك كيف يكون الحال؟ بل وبعض منهم سمعناها أيها الأحباب: من ضحى بعرض أخته ومن ضحى بعرض زوجته. أبو بكر يا حبيبي تربية النبي محمد، فما تكلم عن أشياء تكون من الخيال. إي والله العظيم، قد سمعنا من تطاول على أمه ومنهم من تطاول على أخته. نعم أحبتي وإخواني في الله، فصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: قال لأبي أمي صلى الله عليه وسلم: ليكن لنا موضوع أو نقطة مهمة جدا، أين المخدرات أنت تتكلم عن الخمر؟ ألح نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمي من حديث أم سلمة قالت: نهى رسول الله عن كل مسكر ومفطر. إيه المفطر وإيه المسكر؟ المسكر كمسك الخمر كالحبوب التي تؤخذ وتضيع العقل. طب والمفطر؟ ما يهبط العزيمة. تجد بعضا من الشباب يسير أمامك كأنه ما يراك، يترك الطريق السليم الأسبوع الماضي بعد صلاة الفجر، يمشي في الطريق فترك الطريق السليم وإذا به يصعد على سيارة وينزل السيارة، شاب كبير. فقلت: ماذا؟ قال: يا عم الشيخ عامل مش عارف ايه. اللهم احفظ شباب أمة، اللهم احفظ شباب أمة النبي محمد. نعم حبيب أخي في الله، فكل مسكر حرام كان من المخدرات، كان من الطعام، كان من الشراب. ولا تسمع لمن يتفلسف ويقول إذا كانت الخمر من النبيذ أي من العلم، إذا كانت الخمر أو النبيذ من العلم فهو حرام، وإذا كان من التمر فهو حلال. من أين جاء بذلك؟ واتهموا أبو حنيفة بالكذب، وهذا كذب البيان أن من محمد كذابي أولى أن يتبع من أي إنسان مهما كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر
اسمع، كل غصن خمر وكل خمر بيرة كان صنعا من نبات، كان من شعير تسمى بأسمائها. نعم، فكل ذلك حرام، لما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. وبعد جلسة الاستراحة سوف تسمع من رسول الله بيانا يعيش فيه الناس. أسأل الله رب العالمين أن يحفظ شباب أمة النبي محمد، وأن يخرجنا وإياكم من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والعلم، وأن يحفظ الله أيدينا وأن يحفظ شبابنا. والتالي من ذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا أيها الأحباب، القاعدة التي ثبتها المصطفى أن كل مسلم خمر وكل خمر حرام، هذا بيان من رسول الله. الأمر الثاني، تغير الأسماء، تثبت الأسماء، العلة واحدة، العلة واحدة والنتيجة واحدة، ولكن قل صدق رسول الله. صح عن أبي مالك الأشعري، اسمع يا حبيبك وهو يتكلم، صح عن أبي مالك الأشعري أنه قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن، لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قل صدق المصطفى. اي ورب الكعبه، اين هو ونحن؟ ولكن من الذي علمنا به؟ الرب العليم. يسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحانيه، يسمونها احباب اخوان في الله. ماذا هذا يسمى؟ لا اريد ان اصدر من الاسماء الخبيثه، ولكن لا سمعنا عنها ايها الاحباب. نقول قد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الحكم الشرعي في شاهدها وحاملها ومتاعها وبائعها؟ اسمع من رسول الله. والحديث يا احباب رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود ايها الاحباب من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان المصطفى قال: لعن الله الخمر. لا تقل لي المخدرات، اقول لك كل مسلم، كل ما يؤدي الى تغيير العقل، كل ما يؤدي الى تخدير العقل، كل ما يؤدي الى توظيف العقل، كل ذلك يسمى خمر. اسمع، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله. اسمع، اسمع الحديث بنفسك. لعن الله، من الذي لعن الله؟ وبالراحة، ما معنى اللعن؟ الطرد من رحمة الله، مطرود من رحمة الله. من يا رسول الله؟ اسمع، اللهم تب علينا أجمعين يا رب العالمين. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ما ترك بني عبد بيان، ما ترك مستغفر، بيان للرسول الله لأهمية هذا الموضوع. لعن الله من تحققت فيه واحدة من هذه الأشياء فهو مطرود من رحمة الله، إلا إذا تاب، فمن تاب تاب الله عليه. الخمر ممنوع، وشربها وسقيها وبيعها والمتاع. ممكن واحد ما يشربش بس يشتري الواحد، واحد ممكن ما يشربش بس يوصيها الواحد، ممكن ما يشربش ولكن
جالس واحد يشرب خمر، ممكن ما يشربش بس يبيعها. لأجل ذلك ما أراد النبي أن يفتح باب واحد بالاستبصار، فجمع كما قال عشر طردوا من رحمة الله إلا إذا تابوا. أكد إلا إذا تابوا، فإذا به بعد أن شرب الخمر
يصور ويصدر لأولادنا. بعد الأمور في المتاع في بيتك تفطر بدون سلام وبدون